وللمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة برلين معنا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، ضعنا في يعني تفاصيل ما ورد لديك من ردود أفعال في أعقاب زيارة الرئيس وكلماته تحديدا في حوار بيترسبرغ للمناخ. تحياتي إليك زميلتي إيمان، والتحية أيضا لكل المشاهدين. مصر تقدم نفسها من جديد للساحة الدولية، سواء فيما يتعلق بدورها كلاعب فاعل في سوق الطاقة والنفط العالمي، أو فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وقضايا التغيرات المناخية التي أصبحت الشغل الشاغل لكل دول العالم النامي منها والمتقدم. السيد الرئيس اليوم في كلمته أمام حوار بيترسبرغ للتغيرات المناخية قدم مقاربة مصرية شاملة للتعاطي والتفاعل مع كل التحديات التي أشار إليها السيد الرئيس، سواء فيما يتعلق بتحديات نقص الغذاء ونقص إمدادات الطاقة، أو فيما يتعلق بالتداعيات السلبية لأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو تداعيات ما بعد جائحة كورونا. السيد الرئيس قدم خريطة طريق للتعاطي والتفاعل مع هذه التحديات، ولكن لم ينسى سيادته الإشارة بكل يعني عزم وإصرار على أن مجهود المجتمع الدولي لابد أن توجه في هذه الأثناء إلى القارة الإفريقية التي تقع في القلب من الاهتمامات السياسة الخارجية المصرية. القارة الإفريقية عانت ولا تزال منذ عهود من قضايا مرتبطة بالتغيرات المناخية، نتحدث عن فيضانات وأمطار وسيول وتصحر ونقص غذاء وغيرها من هذه التحديات التي أصبحت تواجه القارة، وبالتالي ينعكس أثرها سلبا على المحيط الإقليمي أو فيما يتعلق بقضايا العلاقات الثنائية التي تجمع دول القارة الإفريقية مع الدول العالم المتقدم. السيد الرئيس أيضا خلال زيارته تعرض لجملة من العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وتجمع ألمانيا على كافة الأصعدة من خلال لقاءاته بعدد كبير من المسؤولين، كبار المسؤولين الألمانيين. في هذه الأثناء نتحدث عن لقاء انتهى منذ قليل جمع سيادته مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشيت. في هذا اللقاء أشادت السيدة الوزيرة بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، في مجال الانخراط، في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وأيضا أشادت باستضافة مصر لنحو 6 ملايين لاجئ، ما يمثل أعباء على الدولة المصرية، ولكنها لم تتاجر بهذه الأعباء الإنسانية، ولكن قدمت كل ما لديها لاستضافة هؤلاء اللاجئين والتعاطي معهم والتعامل معهم على أنهم مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. أيضا في هذه الأثناء تحديدا يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الألمانية العاملة في عدد كبير من القطاعات، قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والنقل، وأيضا البنوك ومؤسسات التمويل الألمانية. من المنتظر أن يدور خلال هذا اللقاء نقاش موسع يستعرض خلاله السيد الرئيس فرص الاستثمار الواسعة التي تحملها السوق المصرية أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية في عدد كبير من القطاعات، على رأسها قطاع الطاقة الذي يحظى باهتمام كبير من مجتمع المال والأعمال والاستثمار في ألمانيا. السيد الرئيس أيضا من المنتظر أن يلقي الضوء على نماذج ناجحة من التعاون المصري الألماني في مجالات الطاقة مع شركة سيمنز وبناء عدد من محطات الطاقة الكهربائية، وأيضا مع نفس الشركة في مجال مد خطوط جديدة للقطار الكهربائي بتكلفة تناهز 33 مليار دولار. السيد الرئيس من المنتظر أيضا أن يعرض لجملة من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإفساح المجال وإتاحة مناخ جاذب للاستثمار، ليس فقط للمستثمر الأوروبي وإنما لكل المستثمرين في كل دول العالم. هناك اهتمام واسع داخل مجتمع الاستثمار والمال والأعمال الألماني بعدد محدد من القطاعات التي تشهد طفرات متلاحقة في مصر. نتحدث عن قطاع الطاقة، نتحدث عن قطاع البنية التحتية وإدارة الموانئ، نتحدث أيضا عن قضايا التحول الرقمي وتكنولوجيا المال والأعمال. كل هذه القطاعات سوف تشهد مزيد من التباحث والنقاش وإلقاء الضوء عليها، سواء فيما يتعلق بلقاءات السيد الرئيس المباشرة التي يحرص عليها مجتمع المال والأعمال. في كل زيارة للسيد الرئيس يحرص مجتمع المال والأعمال الألماني على الالتقاء بسيادته والتحدث بكل شفافية عن ربما معوقات وربما مطالب، ولكن في النهاية يعني تعكس هذه اللقاءات
هناك إرادة ورغبة قوية لدى الجانبين المصري والألماني في دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة من نجاحات يعني يشار إليها بكل فخر داخل مجتمع المال والأعمال الألماني، وأيضا يشار إليها داخل المجتمع المصري بأنها نماذج ناجحة للتعامل أو للتعاون بين الدول بعضها البعض. خلال هذه اللقاءات سواء فيما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي أو الجانب الأمني والعسكري، تعكس يعني هذه اللقاءات اهتمام القيادة السياسية الألمانية بالاستماع إلى تقديرات السيد الرئيس وتقديرات السياسة الخارجية المصرية والتنسيق. صحيح، التنسيق الثنائي جانب كثير من القضايا، ليس فقط قضايا التعاون الثنائي وإنما قضايا المنطقة التي تهم في الأساس مصر كدولة فاعلة في محيطها الإقليمي، وأيضا دولة كبيرة مثل ألمانيا تهتم وتتأثر بكل ما يدور داخل إقليم الشرق الأوسط من أزمات وتحديات تلقي بظلالها على دول شمال شرق المتوسط. أشكرك من برلين، موفد التلفزيون المصري علاء رشوان.